السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، تحديث جديد لأداة FW RAM Disk Tools الإصدار السابع. في هذا التحديث أصبح الآن ممكن أنك تفتح الجهاز بدون تغيير سيريال نمبر وبشكل مباشر. راح نشرح الطريقة. في معنا ثلاث هواتف راح نفتحهم في هذا الفيديو، وراح نشرح بعض تفاصيل الأداة. ياريت بالبداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. الفيديو السابق شرحنا فيه طريقة تسجيل الدخول على الأداة، طريقة تسجيل الدخول على الموقع اللي هو في هذا الفيديو، آخر فيديو موجود بالقناة، شرح لأداة تخطي الآي كلاود. بعد ما سجلنا دخول في الموقع وبعد ما فتحنا الأداة، بدنا نفتح أول جهاز عليها، جهاز 7 بلس و 6S بلس. طبعا من 6 لغاية X كل الأجهزة تنجح عليها، ولغاية iPad 7. الآن شبكنا الجهاز، ننتظر الأداة تقرأه، أو بكبس على Read Device لغاية ما تقرأ الأداة الجهاز. قرأت الجهاز بالشكل هذا. الآن أول خطوة بدي أعملها، بدي أسجل الجهاز بالموقع. بضغط على الـ IC ID اللي بالأصفر، بعمل نسخ مباشرة، بروح على Create Order New Order، وبختار FW RAM Disk Tools. بطلع معي الخيارات مباشرة، بعمل لصق، وهنا بحط 1 وبعمل طلب، بختار من الرصيد أو الطريقة اللي بدي إياها. هيك تم الأوردر عندي. أصبح الأوردر لو دخلنا على الداشبورد ودخلنا على الأوردر All Order، راح ألاقي إنه الطلب تم. طبعا الناس اللي مفعل اشتراكات شهرية ما في داعي تعمل هاي الشغلة كلياتها. يعني في هون اشتراكات شهرية اللي هي 12 شهر و6 أشهر و3 أشهر وشهر واحد، تفتح عليها عدد أجهزة مفتوح، يعني مش شرط، ما في، مش محدد العدد. يعني ببطل يطلع لك ما في داعي انك تسجل الجهاز، بتصير مباشرة تشبك الجهاز وتبلش الشغل مباشرة. شبكنا الجهاز. الآن الخطوة الأولى بدي أعملها، بدي أفوت أضغط على زر جيل بريك لتفتح معي أداة الجيل بريك. في ناس بتواجه مشاكل بالجيل بريك انه جهازه بكون معالج تبعه AMD، AMD بغلب بالجيل بريك، ولكن معالجات الانتل ما بتغلب. اذا كان معالجك AMD بدك تحط صح على USB DK، اذا كان انتل ما في داعي تحط الصح، مباشرة رح يعطيك الخيار وتكبس. يعني شفتوا موديل الجهاز هون طلع 7، بضغط التالي لغاية ما تدخل الجهاز، يدخل في وضع الريكفري بشكل تلقائي. دخل الجهاز بوضع الريكفري. الآن بعطيني تعليمات انه لازم اكبس خفض الصوت مع الباور مع ستارت. بضغط ستارت ومباشرة بضغط خفض الصوت مع الباور. لما يصير العداد على تحت 9 برفع ايدي عن الباور وبضل ضاغط على زر خفض الصوت. دخل الجهاز الآن بوضع الديفيو مود وبلشت عملية الجيل بريك. راح ننتظر لتتم العملية. في ناس تسألني بتقول لي انه انا ما بدي الجهاز يكون عليه جيل بريك. بعد ما تعمل الجيل بريك اخي وتعمل الفتح للتخطي الاي كلاود وتطفي الجهاز وتشغله، الجيل بريك بيروح عن الجهاز. هذا الجيل بريك مؤقت فقط للعملية. يعني لو شبكت على اداة 3U Tools بعديها، بعد ما خلصت العملية، راح يعطيك انه جهازك ما عليه جيل بريك مباشرة، يعني بعد ما تطفي الجهاز وتشغله بعد ما تخلص العملية. خلصت عملية الجيل بريك زي ما انتم شايفين. بضغط دن وبضغط كويت، بروح هنا على خيار جيل بريك من 12 ل 17، وبروح على هذا الخيار مباشرة هلو باي باس نوت سيري نمبر تشينج، بضغط عليه وبنتظر لغاية ما تتم العملية. العملية بسيطة جدا
والحمد لله أول أداة رام ديسك رجعت تشتغل على وضع الهالو سكرين، كل الأدوات بعدها متوقفة، والحمد لله بفضل الله أول أداة رجعت تشتغل على وضع الهالو سكرين مباشرة لعمليات الرام ديسك. زي ما شفتوا الأداة بتاخد الأمر، والجهاز عندك هون راح يطفي ويرجع يشتغل، يعني راح يعطي أوامر بدك تنتظر عليه لتتم العملية. لو صار عندك أخطاء اعمل فيكس درايفر من 3U Tool، تصلح التعريفات وارجع على الأداة كمان مرة عشان تكبس وبايباس وتضغط زر البايباس وتبلش العملية. أعطاني هنا Activate Successfully، والآن ننتظر الجهاز. لو أجينا عملنا طبعا الجهاز يا جماعة بدون هذا، بتعرفوا الجهاز كلياتكم، هذا الجهاز اللي بدون بدون كبسة الهوم، ما علينا، المهم انه الجهاز فتح. راح نفتح كمان الآن جهازين، خليني افتحه. زي ما شفتوا الجهاز فتح عنا ما في اي مشكلة. بدي ادخل على اعدادات ال اسف بدي ادخل على اعدادات خليني ادخل على اعدادات الجهاز، اتحكم بالجهاز وانا ماسكه على جنب، بروح على البصمة لانه ما في عليه بصمة، accessibility touch off. انا دائما بحب اول شيء اعمل في هذا الجهاز، الجهاز فتح بشكل كامل، بنزته على جنب وبنشبك الجهاز اللي بعده وبنعمل نفس الخطوات. الخطوات اللي عملناها بالجهاز الاول نعملها بالجهاز الثاني. زي ما انتم شايفين كمان مسكر على وضع الاي كلاود، عندي الكابل مش عارف الكابل او الجهاز فيه مشكلة، خلينا نجرب. هي هذا شبك برضو مسكر اي كلاود، برضو بنعمل نفس الطريقة، ننسخ الاي سي اي دي، منروح على اوردر كرييت اوردر ومنسجل الجهاز بالاداة. طبعا انا الجهاز هذا عملت له جيل بريك مسبق عشان وقت الفيديو ما يكون طويل، يعني عملت الخطوة الاولى اللي هي الجيل بريك، تمت العملية. طبعا مباشرة بتروح على الاداة وبتروح على خيار الهالو سكرين وبتكبس على هالو باي باس. انا عملت له جيل بريك بشكل مسبق، عملية الجيل بريك معروفة اللي هي عملناها باول خطوة على الجهاز، بدك تكررها بكل مرة بدك تفتح جهاز. زي ما شفتوا طلع مسج هون انه تشكرين، يعني الجهاز معمول له جيل بريك. الان بده يكمل باقي الخطوات. ننتظر لغاية ما ياخذ الأمر. ما كبست الأمر، الآن ضغطت على الأمر. لا تنسانا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلك كل جديد. طبعا أهم شيء يا جماعة المتابعة بالفيديوهات الجديدة، لأنه بتصير يعني فيديوهات قديمة بتصير عليها تغييرات، الأدوات بتتغير، في أدوات بتوقف، في أدوات بتشتغل، في أدوات بتكون ما فيها صلاحيات معينة، فالواحد دائما يتنور بالأشياء الجديدة وما يضل على الأشياء القديمة ويجرب فيها ويحاول فيها على الفاضي. يعني أداة روم اف دبليو مثلا وقفت اي كلاود، 007 وقفت اي كلاود، في أدوات وقفت يعني ما بتشتغل. فيعني
دائما تابع الجديد، دائما خليك على الجديد، حتى انت بعمليات البحث ابحث على الفيديو الجديد اللي بيعطيك معلومات جديدة بنفس الوقت. صارت العملية 80% زي ما انتم شايفين، جهاز طفى، ننتظر ليشتغل. اشتغل الجهاز، ننتظر ليعطينا على الأداء. يبدو انه فتح، يبدو انه فتح، ننتظر بس تعطينا انه اكتيفيت. هون اعطاني اكتيفيت سكسسفولي زي ما شفتوا. باجي هون بضغط هون، وزي ما شفتوا الجهاز فتح بشكل كامل. الآن أرجع لهذا الجهاز. هذا الجهاز شوي بغلب بال... أدخل الـ USB إن شاء الله أنه ما يغلبني، يمشي بسرعة. عملت له جيل بريك، أنا عملت له جيل بريك عشان ما يغلبني خلال العملية. أخذ أوكي، بروح مباشرة 7 بلس الجهاز، بنسخ الـ IC ID وبروح على الموقع create order new order. زي ما حكيت لكم في اللي هي الباكجات الشهري 3 شهور 6 شهور. هي هيك تمام. اي سي اي دي، نعمل create order. وكرييت اوردر، تم الاوردر. الان بتوجه مباشره على الاداء. انا عامل جيل بريك، يعني عمليه الجيل بريك بس بتضغط على الجيل بريك وبتعمل اللي هي اول خطوه عملناها باول جهاز. بس انا حبيت في هذا الفيديو افتح اكثر من جهاز، وكنت حاب يكون معي 6 بلس وكذا، ولكن يعني حتى معي اكس كمان، بس المشكله بالاكس يعني بزبط وبفتح، ولكن التاتش مش شغال الجهاز نهائي. عشان هيك فضلت اني ما اعمل عليه تاتش مش شغال عشان تبين العمليه. الاداء بتدعم من ايفون 6 لغايه اكس، وايباد لغايه ايباد 7. تعمل جيل بريك وبتعمل باي باس هلو نو تشين سيريال نمبر وسلامتك، مباشره بفتح معك الجهاز. اذا فعلت اشتراك شهري هون الخيار بصير عندك اكتيفيت، نط هون اكتيفيت بكتب لك، بتبطل تسجل كل جهاز لحاله، بتصير خلص عملية تلقائية. افتح عدد أجهزة اللي بدك إياه. صار 80%، ما زال الجهاز. هاي الجهاز فتح، لسه الأداة ما أعطت إنه تمت العملية، ولكن الجهاز واضح أمامي إنه فتح. ننتظر، أعطت أكتف زي ما أنتم شفتوا. أوكي، هاي الجهاز. وهيك صاروا 3 أجهزة الحمد لله. أول أداة بتشتغل بوضع الهالو سكرين بدون تغيير سيريال نمبر. هذا كان الفيديو اليوم، ياريت لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على غير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.